واوضح مدبولي بانه تم وضع خطه مع البنك المركزي لسداد المتاخرات للموردين لافتا الى ان البنك المركزي قرر الغاء العمل بالاعتمادات المستنديه لتسهيل الاجراءات وشدد مدبولي على ان جميع قطاعات الدوله في تواصل دائم ويومي لاستكمال حركه خروج البضائع وعوده معدلات الصناعه للمستويات التي تطمح اليها الدوله إحنا بالفعل برضو حطينا خطة لسداد المتأخرات تباعا مع البنك المركزي وبدأنا التنفيذ بالفعل والنهارده بن... بنخرج بقدر الإمكان حتى المتأخرات بيتم سدادها وفي تواصل يومي مع القطاع المصرفي بالكامل علشان نضمن الحركة دي كلها تتحرك. طبعا إحنا بنتكلم على فترة كانت متراكمة مش هتخلص في يوم وليلة ولكن النهارده بقت في خطة واضحة جدا بنتحرك عليها وإن شاء الله يعني كل هدفنا إن في خلال الأسابيع القليلة جداً القادمة نبدأ خلاص نخرج من هذه ال ال الأزمة اللي كانت موجودة.